شوف احنا ايش قد صغار ما نشكل شيء. شو نشكل احنا؟ احيانا واحد من عندنا يمشي في الطريق وكانه حاكم الكره الارضيه كلها، ينفخ في نفسه في عطفه، الارض متشيله ما يقدر يتحمل كلمه. مسكين ابن ادم اوله نطفه واخره جيفه وما بينهما يحمل العذرين. هذا احد الخلفاء، خلفاء بن العباس هارون الرشيد، شويه كان مغرور بنفسه. فلديوم مر بهلول رجل كان من اعقل العقلاء، كان من اقرباء الصيرفي، هذا كان من اقرباء هارون الرشيد. فرد ليله هارون الرشيد طلبه، قال انا سالت كل العلماء فقالوا انت اصلح انسان لكي تصبح قاضي القضاة. قال له انا؟ قال له ايه؟ طبعا شنو كان يريد يصير قاضي القضاة؟ حتى يعطي فتوى ضد الامام موسى بن جعفر، حتى يعطي فتوى ضد العلماء. قال له ايها الامير انا لا اصلح لذلك، انا ما اصلح اكون قاضي القضاة. قال لا تصلح، انا سالت كل الجماعه قالوا انت اصلح واحد. قال اما انا كذاب فما اصلح، كذاب يصلح يصير قاضي القضاة، واما انا صادق في كلامي واقول لك لا اصلح يعني لا اصلح خلاص. قال له شوف هذا الحكي ما يفيدك، انت مجبر على ان تاتي غدا ونوقع على حكم انك قاضي القضاة، باكر تجينا اول الصبح انا قاعد. تدري ذولا كانوا يذبحون بكلمه، هذا بالليل راح فكر مع نفسه هذا شيء من عندي، مبين شيء يريد التغطيه على جرائمه، يريد مشروعيه حكمه. أصبح الصبح هارون الرشيد قاعد، الوزراء قاعدين، المتزلفين قاعدين، القواد قاعدين عنده. شاف ما إجا هذا بهلول، قال روحوا دوروا. راحوا وقالوا مع الأسف الشديد شفنا ده يركض ويا الجهاد، فرد عودة راكب على العودة ويقول دي خذ يركض بالشارع. ترى هذا كان مرجع أعظم من مراجعنا، كان عالم كبير، كان من التلامذة المباشرين للإمام الصادق سلام الله عليه. وإذا مجنون بالشوارع ده يركض ويا الجهاد، جابوا خبر هارون قالوا مع الأسف هذا جن. قال لا والله ما جن، ولكن فر بدينه حتى ما يبيع دينه، سوى نفسه مجنون بالشوارع. هذا احيانا كان يشوف هارون الرشيد، شافه بالطريق شاف هذا ما احترمه، قال ما تعرفني؟ قال بلا اعرفك. زين اعرفك. قال انا منو؟ قال انت اولك نطفه، هاي النطفه اذا صارت على ثوبك تروح تغسلها ما تصلي بيها بعدها، انت اولك نطفه واخرك جيفه وما بينهما تحمل العذره. شو ما اعرفك؟ لا زين اعرفك. هذا الإنسان، هذا يا ابن آدم ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت. إحنا شنو نسوي مع الطعام؟ نجيب الفاكهة الطيبة، الشراب الطيب، الطعام الطيب، ناكله ونحوله إلى شنو؟ نحوله إلى خبائث. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت. ثوب جديد نلبسه بعد مدة صاير عتيق بالي. وسكنت فهدمت، بيت جديد قصر جديد نسكن فيه نهدمه. يا ابن آدم ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وسكنت فهدمت، فماذا قدمت؟ فماذا قدمت؟ شنو قدمت لنفسك؟ يعني احنا شغلنا فرد آلة لتحويل الطيبات إلى خبائث، وتحويل الجديد إلى بالي، وتحويل البيت والقصر النظيف المرتب إلى خرابة. هذا شغلنا؟ هذا شغل الإنسان؟ هذا شغلنا اللي بدنا نسوي خلال 24 ساعة؟ شو بدنا نسوي؟ استهلاك طيبات ما خلق الله، تخريب الأماكن التي نبنيها لأنفسنا، وإبلاء الثياب التي نلبسها.
إلا في حالة واحدة، أنه نقدم لأنفسنا أعمال صالحة، نأكل لكي نعبد الله، نشرب لكي نعبد الله، ننام لكي نعبد الله. يعني يصير واحد ينام نوم عبادة، بالليل تتوضى وتنام، إذا نمت على وضوء فالملائكة يكتبون لك ثواب العبادة وانت نايم.